إلى آخر مساحة معنا لليوم عن دمى الأطفال والفن والإبداع. بتحبي الدمى يا فراح؟ اي كتير لهلا سمر. شو المميز اليوم معك بشكل عام يعني؟ هلا رح نحكي اكثر وبالتفصيل مع ضيفتنا سمر عن دمى وكل وحده شو الشيء الملفت فيها والتفاصيل الموجوده. أنا الدمية اللي معي كتير حلوة كمان علي عند رموش وبتجنن. خلينا اليوم نحكي عن الدمى وخلينا نحكي عن الفن والإبداع لعالم الطفل ولنعرف أكثر بآخر فقراتنا. بدنا نرحب بالحرفية ميس الجندي، أكيد إجيتي من حلب، الحمد لله على الله سلامتك يسلمك. ويسعد تسلم يا صباحك وأهلا ربي، وسهلا يسعد فيكي. أوقاتكم كلياتها صباح الخير وأهلا وسعيدة وسهلا. بتواجدي معكم اليوم. ونحن سعيدين فيكي. وقبل ما نحكي عن أي تفصيل عن الدمى وآلية العمل فيهم بدنا نعرف ليش اخترتي تتخصصي فقط بهذا النوع من الدمى. صراحة يعني من وأنا صغيرة بيستهويني الدمى وبتمنى إنه أنا أتعلم هل يعني كيف تنصنع الدمية، كيف بنعمل لها إيدين، كيف بنعمل لها رجلين. فحبيت أدخل هالمجال ولقيت حالي فيه. يعني أنا لما بكون عم بشتغل الدمية بكون سعيدة بأسعد حالاتي. فيعني واحد دائما يشتغل الشيء اللي هو بيكون بحس حاله بيبدع فيه وبيكون مبسوط فيه. واكيد وعم تنشري السعاده، يعني انت اكيد بس اجيتي وجبتي الدمى نحن كنا كثير سعيدين وكثير انبسطنا، رجعتينا حبيبتي لايام الطفوله. الطفوله خلينا نحكي عن هي الدميه الحلوه كثير اللي حاطتي لها كمان رموش، ما بعرف اذا بدها تبين. رموش خلينا ومفاصل لايديها ومفاصل ورجليها. خلينا نحكي عن المميز بهي الدميه، قديش اخذت منك وقت وكيف اخترتي الالوان والشكل كمان؟ هل دمية بالذات اللي ماسكتيها يعني هي مختلفة عن كل الدمى؟ لأنه هي دمية روسية، هذا كورس جديد هلا عم بتعلمه، يعني عم بتعلم فيه أكثر شلون الوجه يكون مجسم، الأنف ظاهر، التم الشفايف ظاهرين، الأصابع إلى أصابع وبتحركوا أصابيع مثلا مفاصل. فصراحة يعني أكثر دمية أخذت أصابع بيتحركوا عن جد فأكثر دمية أخذت مجهود، يعني هي يعني دمية الكورس أخذت تقريبا شي 3 أسابيع شغل تمام، يعني متواصل، يعني اكثر من شيء 65 ساعه اخذت شغل معي. أوه. ايه لانه هاي لسه اول دميه بهالمجال، وباقي الدمى يعني لهم ايدين ورجلين بس مو مثل تكنيك هالدميه هاي. ميس الحلو انه كثير بنات بيحبوا يكون عندهم دميه وهي الدميه تكون مميزه. هلا سمعت شيء انه انت ممكن تعملي الدميه بتشبه صاحبتها، تمام؟ هذا الشيء قديش صح وقديه بده فن وتكوني دقيقه بهي التفاصيل؟ هلا ممكن تبعت لي صوره مثلا، وحده بتقلي مثلا بدي دميه مثلي، فبناخذ بعين الاعتبار مثلا لون الشعر، يعني التسريحه تبعيت الشعر هل هو ناعم هو كيرلي، لون العينين، بتاخذ بعين الاعتبار هاي القصص كلياتها، وبننزل على السوق خصوصي مشان نجيب نفس الفستان اللي هي لابسته او نفس القطعه. فيعني بتاخذ بعين الاعتبار بس حلقات، يعني حلقات هذا ايه؟ التفاصيل قد ايه حلوه تكوني منتبهه عليها. تماما تماما، يعني ادق التفاصيل بكون انه بدي طالعه مثل صاحبتها يعني، وبتطلع هيك مثل مثلا مثلك على ميني هيك صغيره، قد ايه حلو. اكيد تعملي لي وحده بعيونك هلا بنبصيها فرح انا وانت. خلينا كمان نحكي عن هي الدميه، كمان قد ايش اخذت منك وقت، شو هي المواد الاوليه اللي بتستخدميها، ونوعيه الشعر كمان كيف بتختاريها لكل دميه؟ هلا بدايه تقريبا تاخذ دميه مثل هلا هي اللي بايدك يعني بحدود 5 ايام حسب ما يعني يكون فيها تفاصيل صراحه. وبالنسبه للشعر، الشعر ممكن عندك يكون من الصوف وممكن يكون عندك شعر معالج، شعر حراري يعني ممكن بيتسبل، ممكن بينعمل له فير لانه في اغلب شعر الدمى بيكون فورا مثلا بيعقد مثلا بعد بفتره او بينفش ما بيرجع مثل تماما الاول ما نشتري اللعبه، بس هي الدميه خلص شعرها بيبقى هيك حلو بيبقى هيك مثل ما هو. واذا حبت تغير التسريحه تنعمل لها فير للدميه كمان ممكن، يعني حسب شعر معالج ولا هو صوف، يعني على طلب الزبونه هي شلون بتحب. هلا السؤال انه كثير من السيدات بيحاولوا يمكن انه يكون في دميه هي تحبها بنتهم وتكون مبسوطه فيها، كيف بنشوف اليوم اسعار هي الدمى؟ بتلائم كل الناس او لا في اشخاص انه بيطلبوها على الطلب، انت قادره تقدميها للكل؟ هلا يعني شلون الاسعار عم تكون بتناسب او ما بتناسب؟ هلا بس نحن قلنا انه دمى هاند ميد ودمى صناعه يدويه هي بتكون عم تاخذ كثير جهد كثير كبير. للاسف كثير ناس ما بيقدروا هذا الشغل، يعني بفكروا انه انت قعدتي بدقيقتين سويتي دميه وخلصتي، بس هي بتكون كثير عم تاخذ في مراحل كثير
بتقوم فيها يعني بصناعتها، يعني مثلا رسم الدمية أول شيء، بعدين القص، بعدين الخياطة، بعدين الحشي، بعدين صناعة الفستان والشوز والشعر، يعني كثير مراحل. ففي ناس بجوز بتقدر هذا العمل، بتدفع مثلا قديش تكلفة الدمية وهي سعيدة، يعني بتقدر هذا الشيء لأنه بتقلي فعلا متعوب عليها الدمية. طبعا. وفي ناس بتقلك أنه لا، يعني هي مثلا قطعة قماشة يعني آخر شيء. فهي الشيء بيرجع لأنه الشخص هل هو بيقدر العمل اليدوي أو ما بيقدر. طيب خلينا نحكي، أنت لحالك بتشتغلي؟ أي لحالي. والشغل كله شغل إيدك، هذا الشيء صنع الدمية. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، ونحكي كمان عم ترسمي على ملابس الأطفال، شيء جديد كمان عم تعمليه، خلينا نحكي عن هذا الموضوع كمان. هلا بالبداية أنه لحالي بشتغل، عندي بنتين صغار، أنا عندي سهى عمرها 8 سنين وميرا عمرها 5 سنين. ما بيساعدوكي باختيار الدمى أو الألوان؟ تماماً، يعني هني بيستهوا يعني بيعشقوا، بيقولوا لي لما نكبر كمان بدنا نصير نحن بنشتغل دمى. فبتقعد بنتي سهى بتساعدني إذا شيء بده حشي أو شعر مثلاً بده لفلفة بتساعدني، فيعني يعني باخذ مساعدتهم هيك بسيطة بأناملهم الصغيرة، بيساعدوني شوي فيها. بس إجمالاً لحالي العمل كلياته، إن كان الرسم ولا الشعر ولا التصميم. وسألتيني عن الرسم على التياب كمان. طبعا. برسم على كل قطعة التياب، يعني شو ما كانت القطعة أي شيء برسم عليه، يعني الحمد لله. قد ايه ذوقك الشخصي يمكن بيلعبك دور كتير كبير، بغض النظر عن الأشخاص اللي بيطلبوا طلب بيكون شكلهم جاهز وطريقة اللبس وكل شيء بالتفصيل عاطينك اياه، بس بالناحية الثانية في أوقات أنت يمكن بتختاري كل شيء، شكل الدمية، شعرة، لونة، قد ايه ذوقك هو بيلعب دور كتير كبير بهي القطع؟ هلا الحمد لله أكيد الذوق يعني لازم يكون شيء أساسي، أنه أنت لا تعرفي مثلا مثل هي الدمية اللي بإيدها، بدك تعرفي هل طبقات القماش حلوين على بعض، بيلبقوا وبيطلع حلو على اللعبة ما بيطلع حلو، يعني أكيد الذوق بيلعب دور كتير كتير كبير يعني بهالشي. يعني حتى الألوان لازم تكون كتير فرحة وفرحة وهيك كتير، بس كل الألوان فرحة الموجودة معنا اليوم للدمى. خلينا عاملة سمر شي شتوي شي زيفي كتير حلوين، حتى تنسيق التياب عندك عن جد كله ذوق. خلينا نحكي مثلا كيف الإقبال عم بيكون، أنت عملتي مثلا كتير من الدمى، أي أكتر دمية مميزة، أكتر إقبال من قبل الأهل والأطفال عم تلاقي؟ هلا اكثر دمية مميزة عندي هي الماسكتية بايدك، لانه اخذت جهد جبار يعني جبار، وانه انا جدا فخورة فيها، انه كان حلم لي اتعلم انا شلون بيعملوا الروسيات الدمى تبعيتهم، ولسه اكيد عم طور حالي اكثر كثير بهالمجال، وعم بشتغل لسه يعني لساتني انا بشوف حالي لسه بدي كثير شغل وتعلم، بس فخورة انه يعني وصلت لهالمرحلة هي اللي كنت بحلم فيها. وبالنسبة لشو سألتيني كمان؟ سألتك عن أنه كيف عم تلاقي الإقبال عند الأطفال والكبار؟ الإقبال يعني فيك تقولي لسه الكبار أكثر من الصغار. تمام. الكبار عم يحبوا يكونوا أكثر في دمى بتشبههم هيك مثلهم على ميني، كثير عم لاقي إقبال يعني من صبايا كثير بهالمجال، والأطفال كمان كثير عم بيشوفوا الدمى غير مختلفة عن كل السوق، يعني ما بيلاقوا يعني هالدمية بتنعمل ما بيكون في منها وحدة ثانية أبدا يعني متوفر. تمام. يعني ايه يعني الدمية بتنعمل مرة واحدة، يعني حتى ما برجع بكررها، بحب تكون كل دمية مختلفة عن الثانية تماما. كتير حلو. قد ايه بدهم وقت تقريبا اذا شخص بعت لك صورة وقال لك انا بدي نفس هي الدمية، قد ايه ممكن تاخذ معك وقت؟ هلا يعني دائما بقول انه الطلب يكون يعني قبل اسبوع 10 ايام، يعني حسب قديش بدها تجهيز نزلي على السوق شراء الحاجيات تبعيتها، يعني بدي تقريبا اسبوع 10 ايام. تمام، اسبوع 10 ايام. خلينا نحكي عن مسرح العرائس، ما فكرتي تدخلي دمى على مسرح العرائس يصيروا يعملوا مسرحيات، ما فكرتي بهالموضوع؟ صراحة هالفكرة مؤخرا عم تنطلب مني كتير، وجد عبالي يعني أعمل كولكشن عائلي مثلا ونعمل منها مسرح عرائس، حتكون فكرة كتير حلوة وجديدة، يعني إن شاء الله حيكون بالأيام القادمة يعني في مشروع بهالمجال. تمام. كيف عم تروجي لهذا الشغل؟ كيف عم تقدري توصلي يمكن طريقة شغلك وهذا الإنتاج الحلو لأكبر قدر ممكن من الناس أو حتى للناس المحيطين فيك؟ هلأ ساهمت بمعرض، أكيد الصبايا شافوا شغلي على أرض الواقع، يعني كانوا دائما قبل يشوفوه على السوشيال ميديا، بس الأكبر يعني الانتشار لإلي هي أكيد السوشيال ميديا، يعني مواقع التواصل الاجتماعي هي كثير ساهمت انه يعني انا الناس تعرف اكثر شغلي، الناس تشوف شغلي، فاكثر شيء كان لها كثير تاثير كبير، يعني ايه مواقع التواصل الاجتماعي كثير،
والقنوات أكيد. شكرا أبرز التعليقات اللي تجيكي. قديش بالك طويل؟ وأنتوا حتى أول ما أجيت أنتوا قديش بالك طويل؟ يعني هي فعلا شغل بتطلب كثير بال طويل. التفاصيل التفاصيل أكيد، يعني هي بال طويل بدك تفاصيل وتساوي قصص كثير بسيطة. كمان شغلة كثير، يعني هي شغلة كثير حلوة، وقلت لك يعني ما بتزرع البسمة بس عند الصغار وأكيد عند الكبار. خلينا نحكي عن هي الدمية كمان المميزة، أنا لقيتها وقلي وقت عم بتطلع عليها، خلينا نحكي عليها. قديش كمان أخذت منك وقت وجهد، وشو هي خطتك المستقبلية؟ هلا بالنسبة لهالدمية، يعني هي أوقات في دمى بتكون وليدة اللحظة، يعني أنا بقص الدمية يعني بشتغلها، وبنفس اللحظة بقول خلص هيك بدي ارسم لعيونها، وهيك بدي ساوي لشعرها، هيك بدي لبسها. وأوقات بناتي حتى بيقترحوا أنه ماما مثل هاي كان بنتي بدها، أنه ليش ما بتساوي لها فستان زهري، بتحطي هاي القماشة، هي اقترحت حط لها هاي القماشة مثلا من تحت. فبناء على ذوقها لبنتي كمان يعني بيساعدوني باختيار الفساتين. وبالنسبة للخطط المستقبلية أكيد في عندي، يعني انطلب كثير مني مؤخرا انه انا ليش ما بعمل كورسات اونلاين اعلم شلون بتم صناعه هالدميه. فان شاء الله على السنه القادمه ان شاء الله يعني حاشتغل هالموضوع واعمل كورسات اعلم الصبايا من خلاله شلون هني يصنعوا هاي الدميه، شلون هني يرسموا تفاصيل الدميه، وشلون يصمموا الملابس. فهالموضوع ان شاء الله حاشتغل عليه في المستقبل لحتى يعني الصبايا يقدروا يعملوا مثل هالدمية إن شاء الله. أكيد نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك الانتشار أكثر وأكثر وأكثر. الله يسلمك، وأنا سعيدة كثير. الحمد لله على سلامتك مرة جديدة، تحياتنا لكل أهل حلب. إن شاء الله نكون هيك أنا وبناتي خفاف عليكم. أكيد ضيفة خفيفة. أكيد بدنا نقول لك شكرا إنك لبيتي الدعوة وإجيتي من حلب، تحياتنا أكيد لكل أهالي حلب، لعائلتك كمان ولبناتك. وبدنا نشكر أكيد هذا الذوق وهي اللطافة اللي ضفتيها علينا الصبح. تسلمي لي، وأنا من خلالكم بوجه تحية لبناتي كثير كبيرة، وشكرا لكم جزيلا. أهلا وسهلا فيكي، نورتي، شكرا لوجودك معنا.